بنسمع كتير جدا ان في كلمات اوروبيه في لغات اوروبيه كتير اصلها يوناني. بنعرف ده منين؟ من حاجات كتيره قوي، لكن من اهمها هو ان الكلمه تبقى فيها بي اتش نطق اف، وده اصلها حرف الفي اليوناني، زي كلمه فارماسي في العصفي، او الكلمه تبقى فيها بي اس والبي سايلنت زي كلمه سونز سيكولوجي، ده اصلها حرف البسي اليوناني، او ان الكلمه تبقى بالسي اتش نطق كي زي كلمه كاركتر سكول، ودي اصلها حرف الهي اليوناني.